نأخذ هذا الاتصال لكي نكون أقرب من الحدث، نكون أقرب من الموضوعات التي يناقشها المؤتمر الاقتصادي في يومه الثاني. معنا للمتابعة والتحليل دكتور خالد الشفعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير لسعادتك، وصباح الخير للساده المشاهدين في كل مكان. ومصر تنعم بهذا المؤتمر الاقتصادي الهام الذي ينعقد في ظل الظروف وتحديات تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه لوضع مزيد من الحلول ومعالجه الامر بكل شفافيه امام الراي العام المصري والعالم. طيب حضرتك يعني بدأت بمقدمة رائعة في الحقيقة، وبتحمل الكثير من الأسئلة كمان لسيادتك يا فندم. يعني حضرتك ذكرت في البداية أنه مؤتمر جاء في وقت مهم، في وقت في أزمة اقتصادية عالمية جراء طبعا الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي كان من المهم في هذا التوقيت الجلوس على طاولة الحوار ومحاولة اكتشاف مصر بإمكانياتها بمواردها بعقولها مرة أخرى، وإعادة النظر في أمور كثيرة وفي ملفات كثيرة. طيب أبدأ مع حضرتك بهذه الجلسة التي كنا نستمع إليها منذ قليل ونتابعها، وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة. العنوان الأبرز لهذه الجلسة بحث عن إطار تنظيمي وربما تكاملي، وإيجاد علاقة تصل بنا إلى المستهدفات، مستهدفات الدولة المصرية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. هذه الجدلية التي هي على مر الزمان والعصور، جدلية القطاع الخاص والقطاع الحكومي، كيف رأيت وكيف قرأت هذه الجدلية من خلال هذه الجلسة الحوارية؟ أنا بحيي حضرتك على كل برضو هذه المقدمة وعلى هذا العمق في العرض والتحليل للسادة المشاهدين، وأعتقد كمشاهد أنا بحيي حضرتك. إنما الحقيقة هذا العمق في الحوار ما بين القطاع الخاص وبين الحكومة، وأعتقد أن تبسيط اندماج القطاع الخاص في الحكومة تمثله وثيقة ملكية الدولة بما تم من حوار مجتمعي خلال الفترة الماضية، ومخرجات هذا اليوم هو الوصول إلى صيغة توافقية بخصوص وثيقة سياسة ملكية الدولة وكيفية اندماج القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد المصري، وأن يمثل بأكثر من 65% من إجمالي الاقتصاد المصري يكون مشاركته. وأعتقد أن ده أبرز الحلول الإيجابية في ظل ما الوضع الاقتصادي في مصر وفي ظل ما هو موجود حاليا على الساحة في مصر. أعتقد مشاركة القطاع الخاص ضرورية وحتمية في مثل هذا التوقيت، وأن يكون مشارك من خلال وثيقة ملكية الدولة التي تحافظ على حقوق كلا الطرفين وتعمل على الاندماج بحرفية شديدة، يكون الهدف منها هو صالح الوطن وصالح المواطن المصري، وهذا ما تعبر عنه بكل وضوح وبكل شفافية وثيقة ملكية الدولة. طيب أنا هسأل حضرتك سؤال بسيط جدا، يعني سؤال من الشارع المصري، هو المستثمر عايز إيه دلوقتي؟ هو القطاع الخاص عايز إيه من هذا المؤتمر؟ القيمة المضافة اللي ممكن يخرج بيها المستثمر من خلال هذا المؤتمر ومناقشاته؟ هذا المؤتمر ومناقشاته ستسفر على مجموعة من التوصيات ومجموعة من التحفيزات للاستثمار في مصر. هذا المستثمر محتاج إيه؟ محتاج إن هو الرؤية بقت أصبح وضوحا، تحديد الأهداف أكثر يسرا، رؤية واضحة، خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة موجودة بكل تفصيلاتها وبكل القطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد المصري. احنا مصر النهاردة محتاجة الاستثمار في ايه؟ محتاجة استثمارات في طاقة، طاقة متجددة، طاقة نظيفة، محتاجة استثمار في القطاعات المشكلة للاقتصاد المصري، محتاجة الاستثمار في كل الفرص الاستثمارية اللي تحتها الدولة المصرية في كل ربوع مصر بفضل البنية التحتية اللي تمت، محتاجة الاستغلال أمثل لكل الموارد وكل الخامات وكل المواد الخام اللي موجودة في مصر، محتاجة الاستثمار فيها، محتاجة توطين صناعات جديدة، محتاجة تطوير الصناعات القائمة
ليه كل ده؟ علشان اقدر اصل بالصادرات المصريه ل 100 مليار دولار، عشان اقدر اصل الى سد احتياجات المواطنين في كل مصر من صنع في مصر، عشان اقدر اصل لكل الاسواق العالميه. كل ده المستثمر بينظر له. فالبيئه النهارده، البيئه الاعمال النهارده مؤتمر بيعمل على تحفيز بيئه الاعمال وتحسين ترتيب التنافسيه في مصر، علشان اقدر اجذب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين المحليين والاجانب للاستثمار في مصر. ليه؟ لان انا فعلا محتاج استثمارات جديده، لان عندي مشروعات قوميه وعندي مشروعات موجوده وعندي فرص استثماريه وعندي استغلال امثل لكل الطاقات والامكانيات والقدرات الهائله اللي موجوده على ارض الواقع ولم تستغل وجار استغلالها بشكل امثل ليحقق الفائده والعائد على المستثمرين وعلى الدوله وعلى المواطن. طيب يعني هذا هو المأمول دكتور خالد تتحدث عنه، لكن إلى أي مدى كانت الإجابات في هذه الجلسة النقاشية على المشكلات وعلى طلبات، إذا جاز الوصف، يعني طلبات القطاع الخاص وآماله في مساحات يعني أكبر للتحرك وكذا، إلى أي مدى كانت مرضية بالنسبة لحضرتك؟ الحقيقة المساحات وما يطلبه القطاع الخاص أعتقد بيتم توفيره بكل شفافية وبكل وضوح وبكل يسر. النهاردة الدعم ده ما بيجيش النهاردة من هذا المؤتمر، ما بيجيش من توصياته، ما بيجيش، ده بيجي مباشرة من رئيس الوزراء والقيادة السياسية اللي بتنظر لكل ما يطرحه المستثمرين والقطاع الخاص من مشكلات. واعتقد ان الاجابات بتبقى فوريه وحاسمه وسريعه وجذريه من القياده السياسيه لحل كل المشكلات المتعلقه والخاصه بالقطاع الخاص في كل النواحي وفي كل القطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد المصري، مش قطاع دون قطاع، كل القطاعات. النهارده القياده السياسيه بتراقب وبتنظر وتعمل على ازاله اي عوائق قد تعترض اي من القطاع الخاص في اي مشروعاته واي مكان وايا كان جنسيته وايا كان حجم استثماراته. طيب يعني حضرتك لما بدات الكلام معايا حضرتك ذكرت طبعا الازمه ما بين روسيا واوكرانيا، وفي الحقيقه في سؤال دايما بيتردد في الشارع المصري، هل لو ما كانتش حصلت هذه الازمه الاقتصاد المصري كان وضعه هيختلف؟ هل ما قبل الأزمة اختلف كثيرا عن التخطيط عندما حدثت هذه الأزمة؟ أنا عايز أخذ حضرتك وأخذ السادة المشاهدين ماذا أحدثت الأزمة في الاقتصاد العالمي. نعم. الاقتصاد العالمي كله يعاني من تداعيات هذه الأزمة، بدليل ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة لم تحدث من 40 عام، ارتفاع سعر النفط والغاز والطاقة، كل ده عمل مشكلة وخلق مزيد من تباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد، لارتفاع تكلفة النقل والشحن، لارتفاع تكاليف إنتاج المنتجات والسلع حول العالم، لارتفاع تكلفة السلع الغذائية. ده جعل وخلى الولايات المتحدة تقوم برفع الفائدة على الفدرال الأمريكي أكثر لوصولا ل 3% خلال فترة وجيزة، مما أشعل الدولار أمام كافة العملات. كل دي أحدث نوع من التضخم اللي موجود المصاحب لكل اقتصادات العالم، وأبطأ معدل النمو، وجعل البنك الدولي قال أن معدل النمو العالمي تناقص من 2.9 إلى 2.7%. فمصر ليست بمنعزل عن العالم، مصر هي وحدة من العالم، فما يؤثر في العالم شيء اكيد شيء طبيعي بيؤثر على مصر حتى لو بقدر بسيط، انما له تاثيرات سلبيه. فهذا المؤتمر اتى ليعالج اي اخفاقات او اي اثار سلبيه قد تحدث نتيجه تباطؤ سلاسل الامداد والتوريد، عدم وجود سلع غذائيه، عدم وجود مزيد من المرونة أو أثر ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي ككل. إنما ما زال الاقتصاد المصري في ظل هذه الأزمة صدر له شهادة بالتصنيف الائتماني من وكالة ستاندرز أند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني عند بي بي
بنظرة مستقبلية مستقرة. ده كلها شهادات في ظل الأزمة ما زال الاقتصاد المصري متماسك قادر على صد الصدمات وله المرونة الكاملة لذلك. إنما هذا المؤتمر لخلق آفاق جديدة وإعطاء رئات جديدة لصالح الاقتصاد المصري أن يمكنه من أي أثار سلبية لهذه الأزمة ويكون لديه القدرة على الصمود أمام أي أزمات أخرى. ونحن نشهد العالم كله متوتر شرقا وغربا وما زالت التداعيات والأزمات السياسية العالمية تحصل بالعالم أجمع. النهاردة محتاجين أن احنا نكون معتمدين في المقام الأول والأخير على ما لدينا من إمكانيات وقدرات واستغلال أمثل لكل ما هو موجود على أرض مصر. فكل ده أعتقد أن الدولة بتعمل على إنجاح هذا المؤتمر، على إخراج هذا المؤتمر ووضع صورة ورؤية كاملة ومتكاملة عما هو قادم لصالح الاقتصاد المصري. طيب، الاقتصاد المصري والدولة المصرية بتعمل وفق إطار استراتيجي أو استراتيجية تم وضعها للوصول إلى مستهدفات معينة. دائما عصب أي اقتصاد في أي دولة، خاصة لما بنتكلم عن مصر، الزراعة طبعا قطاع غاية في الأهمية، وأيضا الصناعة. إلى أي مدى نحن وصلنا إلى شكل مرضي في القطاعين؟ ما زالت هناك بالتأكيد معوقات، ما زالت هناك بالتأكيد مشكلات، يعني سواء في الداخل أو مشكلات متعلقة بأزمات عالمية، لكن إلى أين نحن وصلنا وما الذي يتبقى، وهل الذي تبقى كثير أم قليل؟ احنا لو بنتكلم بوضوح، لو بنشوف القطاع الصناعي بيمثل قد ايه من حجم الناتج المحلي، يجب ان لا يقل تمثيل حجم القطاع الصناعي عن 40 ل 50% من اجمالي حجم الناتج القومي. لو بنظرنا على ارض الواقع، هل ده ممثل فعلا؟ بنجد ان النسبه بعيده كل البعد عن هذا الرقم. طب ايه المطلوب؟ كان مطلوب كتير قوي عشان نقدر نصل الى هذا الرقم. كان مطلوب بنيه تحتيه. هي المشكله في الاقتصاد المصري ان هو كان مهمل، وكانت البنيه التحتيه مهمله، وكان التطور ما كانش موجود عبر عقود مضت. النهارده اللي بيحدث في مصر هو اعاده بناء الجمهوريه الجديده، اعاده احياء هذه الجمهوريه بما يتوافق مع يعني ما هو موجود في العالم اجمع. النهارده لما بيحدث بنيه تحتيه، النهارده علشان ايه؟ علشان مزيد من الصناعات ومزيد من الانشطه ومستوطين صناعات جديده والعمل على تطوير الصناعات القائمه. ده كان بيتطلب وقت كثير جدا. طب المشكله كانت ايه؟ المشكله كانت طاقه. تحدث عنها السيد الرئيس بالامس. صحيح. مشكله مصر كانت طاقه، ومفيش طاقه عشان تغذي المصانع. كانت في مصانع متعثره اكثر من 5284 مصنع كان متعثر وغلقوا، والناس سحبوا استثماراتهم وبعد آلاتهم ومعدات وهاجروا مصر. ليه؟ مفيش طاقه. هيشتغل ازاي المصانع؟ وهيبقى القطاع الصناعي مؤثر في حجم الناتج المحلي، وانا عندي مصانع متعثره وعندي مصانع مغلقه. فالنهارده اللي تم النهارده عرض الواقع. صحيح. دكتور خالد، يمكن يعني كلمه قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس، نعمل على اعاده تنظيم وهيكله الدوله بهدوء، يعني كلمه اعتقد انها بتلخص الوضع الحالي للتعامل مع الاقتصاد المصري بشكل تدريجي، بشكل يعني في هدوء للتفكير ولايجاد الحلول المناسبه للظروف الحالية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، على هذه المداخلة الكريمة من حضرتك.